ايه يا امه بقى يعني تقولي لي كده يعني الريس بهلول بيته ما فيهوش حاجه غريبه كده؟ هو في حاجه مش غريبه يا ابني؟ ده كل حياته غريبه. ده كان عايش في سويق بس محسوبتك بقى خلتها له مملكه ما عدا اوضه نومه مش بيخلي حد يخشها. محترم قوي بهلول ده يا لطفي. ايوه صح، ما هو محترم فعلا. ما هو اصل لطفي ابنك محترم وما اعرفش غير المحترمين يعني. ايوه بس يا خساره. يخساره ايه؟ حلو ما يكملش يا امه. الدكاتره قالوا ان هو عنده مرض خطير قوي. يا لهوي. اه مرض؟ ده الراجل صحته زي البوم. لا بصي يا امه، بصي الدواء ده دكاترة صدوم قالوا ان عنده مرض خطير قوي ولازم ياخد من الدواء ده على طول، لان لو ما خدش منه كل يوم في ظرف اسبوع هيفلسح. يا نهار اسود. انا اصلا رحت معاه الدكتور يعني وقال له ما ينفعش بقى حد يقول له ان هو عيان وكده، لانه لو عرف ان هو عيان ممكن يروح فيها. يا ساتر يا رب. مش فارقه يعني. يا رب والنبي يا اما لما تروحي له تخلي الدواء ده معاكي. ايوه وما تخلوش يحس خالص باي حاجه. تحضري له اكل تقوم حاطه من الدواء ده وتغرقي الاكل عشان يحوق فيه. بس انت بتقولي يا اما الاوضه دي مفيش مخلوق بيعتبها. اوضه نومه؟ اه. وحد يستجري يهوب ناحيتها؟ حلو، جربيه بقى البتاعه دي كلها. شد حيلك يا ام لطفي، العصافير بطني بتهاو هاو هاو هاو. لا يا خير. ليه هنقضيها ميه؟ خلصها من بدري اهو. الله 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 الله، ايه الروائح الكريمه دي؟ بالهنا والشفا. الله يهنيك بجد ما نحدمها. عارفه يا ام لطفي دخلتك عليا بالصريه الاكل دي بتفكرني بامي. امك ده ايه يا اخويا؟ طب ده انا اصغر منك يجي ب 30 سنه، غيرش بس الواد لطفي اللي هو طويل وفرع كده ومكبرني. طب ده انا حتى قد ايه لسه وبوسي. يا دنيا. يا دنيا وكتاب الله عسل يا ابو لطفي. اقعدي بقى اقعدي اقعدي قبل زين. لا 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 ما يصحش برضو اكلك يعني، ما اقدرش. ما يصحش ده ايه؟ وانا في ديك الساعه اما اقعد اكل مع لسه؟ لا ولسه. طب وربنا ما حاطط لقمه في بقي الا ما تقعدي. اقعدي. يوه لازم تحلف يعني. عادي يا لسه. امري لله. يا لسه. اه يا لسه. حسن اصغر مني ب 30 سنه يا ولية. كولي كولي. يلا بسم الله. طب قوم روح انت يا ام لطفي. كل حد رايح جبت شويه. يا أمي الصغيرة لسه عملتها معايا ولا إيه؟ أنا الظاهر الواحد يعني إيه؟ إيه؟ كان محتاجنا. استنى استنى هسندك أوصلك، مش قادر تسند طولك. حلو ده، حلو قوي. فين اوضه النوم بقى؟ نهارك اسود يا ام لطفي، ادي اخره التفاصيل. مش هنحط له البتاع بايدك في الاكل؟
اعمل فيك انا بقى دلوقتي؟ خليكي كده زي ما انت. حلو حلو. الأفلام كلها خدنا بتبقى في الحيطة، بتبقى في حتة هنا. محدش يخش اوضتي، محدش يخش اوضتي يا مقشف. وربنا وربنا ما طلع بايدي الفقير. ما انت حلو اهو، انت بتتفرج على افلام وحطام بتتلفوا. حلو حلو ده. اسود ومنيل. اخبارك الدعاك يا امه؟ اخبارك الدعاك يا امه؟ يلا بينا. جبسوت جبسوت قفلوا عليك يا حلوة تابوت. معلش معلش يا جدي، صحابك من أحلاها نومة، بس عشان أحلاها لطف الحرفان. روح عربية بس كباة، روح عربية حرام، روح عربية. ولا لطوي زيلي انا هرميكي هنا انت وابنك ابو طويله نهبل تعلموا عن معلم ها؟ انا هقطعكوا، ده انا هقطعكوا. والختم الشريف كان غرضي سليم. الو يا بنت نوجه،
ايه يا لطفي انت فين؟ ما بتردش على تليفونك ليه؟ يا بنت اسمعي بس اللي اقول لك عليه. لم كل هدومك واي حاجه ليها لازمه من عند امي بالبيت. هتكرشني يا حراق؟ اكرشك ايه بس؟ بقول لك لم كل هدومك وكل هدوم من عند امي في البيت وسعايا وهقابلك على اول الحاره ونخلع سوا. طب ما تفهمني يا لطفي، يعني هنخلع نروح على فين؟ هنطفش من بيت امك؟ لا ده احنا هنطفش من عيشتنا كلها يا بنت نوجة. ده انا محضر لك حاجه، عمر امك الله يرحمها ما حلمت بيها في حياتها. انت طلعت طلعه جديده ولا ايه يا لطفي؟ انا وقعت على كنز علي بابا نوجة. وقعت على كنز علي بابا. بس لما قابلك بقى افطمك، بس مش هينفع في التليفون. اللهم صل على النبي. ماشي قوم ياض يا كرم لم حاجتك هنمشي. لا كرم ايه؟ لا 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 سيبك من كرم خالص. يعني كفايه عليا ان انا بعت امي، كمان هتشيل لي كرم على كتفي؟ كفايه عليا النون اللي فاضي. سيبني من كرم يا حريق، الواد غلبان وملوش حد غيري ووصيت امي، اسيبه وامشي؟ مش هيحصل. يبقى هيفقلك يا نوجة، يبقى هيفقلك يا اختي. يلا اقعدي جنبه بقى سلام. قال طب استنى، طيب في قال بالروح. خلاص اسيبه ربع ونازليلك، استناني فين بالظبط؟ يا حرس. ايه يا كرم؟ ايه اللي نزلك؟ نوجة لمت حاجاتها هي ولطفي الحراق ومشي وسابوني، ومولود في لحد دلوقتي ما رجعتش، وفوق مفيش اكل وانا جعان قوي. طب مدامهم راحوا فين دول؟ طب تعالى احنا نروح ناكل، انا كمان جعان قوي. هناكل سمين؟ ما تجيبش سيره السمين دي على لسانك تاني، ما تزعلش. تعالى تعالى معايا. ايوه يعني انت برضك وديك كل الاثارات ده فين؟ ما هو فين دي بقى مش بتاعتك يا نوجة، انما اللي جاي منها بتاعك انت وانا والحراق الصغير. طب لحقت تجيب المطرح ده امتى؟ وجبت منين مكان تشيل في الحاجه؟ يا بنت نوجة اتجننت في دماغك ولا ايه؟ وانا تلميذ؟ ده انا من ساعه ما عيني وقعت على البضاعه وانا بفكر وبخطط ازاي وامتى هتبقى بتاعتي. حراق. نعم حراق. انت مخون نوجة، مخون مراتك يا حراق، انت مخون مراتك يا حراق. ايه يا بنت انت مجنونه؟ وانا لو مخونك كنت جبت كده؟ يا بنت حد فينا كان يحلم يدوس في مطرح زي ده؟ وهو المطرح اللي زي ده اخويا كان بتاعنا؟ ما لو بتاعها هنبسط. عارف انت لو مأمن لي بصحيح كنت خدتني معاك شفت الاثارات ومليت عيني فيها كده اهو. يا لهو عز قططها يا لطفي اللي كنت هزقططها لما اشوفها. اصل انا ما احبش في حياتي قد الفراعين من زمان وانا صغير، حتى ابويا كان يقول لي يا بنت انت شبه حتشبشوت. اه لا لو على كده بقى يا بنت نوجة هاخدك واوديك المتحف اللي في التحرير. يا بت يا بت فهمي بقى، خلينا نشوف هنعمل ايه. وانا مش عرفنا هتعمل ايه؟ واحد بيقول لي معاها اثارات تمنها يشتري نص البلد وما هوش عارف يصرفها، اقول له انا هيعمل ايه؟ ما اعرفش. نصيبي يا رب ابقى مقرشه مع وقف التنفيذ حاجه. بس عندي اللي صرف الحاجه دي بس معبوس، اروح اهبط عليه في السجن. ماشي. مع اني ما بحبش السجن ولا بحب ايامه ولا شكله ولا ريحته ولا اي حاجه فيه. معلش يا اخويا معلش. بس عارفه هناك في السجن بيعشقوا لطفي الحراق عشق. قصدك في مصلحه؟ اساسي. هو لطفي الحراق هيكون جاي ليه يعني؟ جايب لي خرطوشتين سجاير مثلا؟ اه ليك عندي خرطوشتين سجاير كل اول اسبوع لحد اما تطلع من هنا، بس تنجز الحوار اللي انا جاي لك فيه. ارمي بياضك. واحد حبيبي قوي يعني اخويا زي سماحه كده بالظبط، مع حته التمثال وعايزنا اصرفه له، وقصدني زي ما انا ما قصدتك كده، وصراحه طلع لي فيها لقمه حلوه. وانت هيطلع لك منها لقمه حلوه وانا هيطلع لي منها كام خرطوشه سجاير؟ عندي اللي يخلصها لك ومعايا هنا في السجن. ما تاخذنيش انا معاك هنا في السجن اعمل بيه ايه؟ انا عايز حد حر طليق ينجز لي الحوار في السريع. هيدورها لك من هنا احسن من اللي بره، ده راجل تقيل قوي. لو كده امين. بس نص اللي هتاخده بتاعي. الطمع وحش في الحاجات دي حلوه قوي. مش غلط، انا طالع لي في المصلحه دي 10000 جنيه لسه نيتين زي ما انت حرك. قفشني انت برضو، قفشني صراحه. طالع لي 20000 جنيه انا 10 وانت 10، وعرض الخراطيش شغال زي ما هو. حلوين، هقوم اجيبهولك اهو، قاعد اهو هناك مع ناس تبعك. انت عايز في الكام خطوه دول تاخد 10000 جنيه؟ يا طبري ايه انت هتخلي هنا ولا ايه؟ مش طالع شكلك. يا هنا وحشني يا ولاد الايه؟ نصار وحشني.
حقيقتنا نصارة بالرجولة. حلو، بقول لك ايه، اول ما تطلع من هنا تكلمنا على طول، ابلغ عنك وارجعك هنا تاني. ربنا ما في احلى من حب الناس. نعم يا بهلول، طلعني من هنا يا راجل يا ناقص يا بهلول، طلعني من هنا، واذا كان ابني سرق منك حاجه انا هرجعها لك، بس بالخدمه الشريفه، ابني ما حرامي، ابني ما سرقش يا بهلول، طلعني من هنا يا راجل يا معفن، انا ابني شريف. مش هيفتحوا خالص. ان شاء الله انا عارفك، بس وحيات امك منعت اكلت فيه، هجيبك هجيبك. والمصلحه اللي معاك دي تخص مين يا اخ حراك؟ واحد حبيبي قوي، اخويا يعني. يعني بص، بالنسبه لي زي المعلم رمضان وداني كده، مقضيه بامر الله ومع احسن ناس وباحلى قرشينات. انت بتعرف ربنا، انا اول ما شفتك كده يعني وشك السمح ده حسسني ان خلاص انا وصاحبي اللي معاه الحاجه ده في امان، والدنيا هتبقى زي الفل. ما تشغلش بالك بعمولتنا واصل، اللي هتطبقه بيدك هيبقى خير. معرفه الرجال كنوز. وربنا انت معلم. هتلاقي واحد من طرف اسمه بزيد بيكلمك، قابله وهو هيخلص لك المصلحه دي كلها. امين امين يا سيد الناس. بالاذن. انا سلام عليكم. انا عاوز ابو زيد من نجمه. شكل سريقه بهلول راجعه في حجرنا تاني.